رمز كبير في كرة القدم بنادي الحلفي اليوم عم نشوفه بصراع ليثمان الشرس تحديدا مرشح قوي طبعا بيزي مرشح مصاب من النادي من النادي كبير يعني بيزي يجمع عدد كبير الناس اللي بتهتم فيه يكون عندها تغيير لما بدنا نرجع شوي نشوف النادي هذا في هدفه احنا عندنا هالوزن ما فينا نحن نبلش انتخابات النادي يوصل بالاخير على 135 ومن سنين عمل بنجاحات طول عمره نشأ رياضي كبير بلعبتين فوتبول وباسكت وكمان بالالعاب تانية نحن فينا نكون واعيين نقدر نبني مستقبل مبني على اجيال تتفانى بالرياضه وتعرف انه الرياضه بتبعد النشأ عن المساوي وهي الانتخابات اللي عم بتصير هي بتعطي جمع اكثر وبتعطي محبه للنادي وان شاء الله هذه المحبه تكون مستمره سوري داني انا سؤال انه قديش معقول يكون عندك حظوظ بليلتين هالقد صراع في تشارلز متوقعين عليه لو هي تبينت انه اخطر على صراع العدد بس ما في شك كمان سبعة وكل هالسبعة بصيروا اعضاء كمان بيجروا هالاعضاء يكتروا بعدين بتطور النظام ناس كثير بالاداره اذا هي بدها تتفانى وتجعل القاعدة الجمالية والرياضة هي مبنية على الإيجابية على حظ لأيه أنا بالنسبة لأني إن كنت موجود أو مش موجود حس حالي موجود بصالح الناس اللي بيشتغلوا بطريقة جديدة حبيبي قدم عملنا ما خلال هذا بس النوايح تتبين حسب كل واحد إذا متقاعد بس تكون هالنوايح تكون جذبة للجمعية يصوتوا ويدخلوا كمان ويشطبوا يعني اللي بيقدر يشطب ويفكر انه بده هالاشخاص يقدر ينقي من الليستة يعني ما حدا هون عم يجبر اي واحد من الجمعية يصوت الا اذا كان هو منتمي انه لا قصي انا جايبين لاعمل هيك بس هو وجوده رح يجي يحكي خمسة ستة حواليه يفوتوا بالجمعية بكون دورنا بالإدارة نقدر نكبر القاعدة المضبوطة طبعا ميرسي ان شاء الله تضلكم بهالهمة ونمثل لبنان